السلام عليكم، بخير لاباس. معكم هشام صالونات مغربية، مرحبا بكم وألف مرحبا. بالنسبة لهذا السيد هذا في إميزولا تكلفنا لي بالعود بالمطلة بالخياطة بالثوب. المهم تابعوا معنا هذا الصالون، هذا جا ما شاء الله بالبروكار، والبروكار دخلنا فيه هاد لي بومبون دي لافي. هنا بالنسبة للإني اللي درنا ليه، درنا ليه شي حاجة اللي هي مطلسي مطلسي في الثوب بروميان بريون، ما تيطاش ما والو. حاولنا ناخذ دوب نسال هكا بالبريو اللي هو هكا دير مطلسي، وخدينا فيه هاد ديلافي هذا بالطويه، وحاولنا ديبادرناه بالورده بحالو بحال الخديه. هنا كما تشوفوا معنا العود خدمناه بالكارتي، الكارتي بالباتيناج، الباتيناج هو داك النوار اللي هو كحل، واللون اللي خدينا هو الارضيه ديال التوب كما تشوفوا معايا هنا، هذا البرونز بحالو بحال الكارتي. هنا خدينا ليه لي كاري نص نص، خدينا ديلافي اللي هو بريو في الكارتي، وحاولنا ناخذ الموتيف الصغير اللي درنا في النص ديال المخده، وخدمناه بجوج كاريات خدمناهم بلي بومبون ما شاء الله جاو غزالين. هنا خدمناها كاريه كلها سامبل شفتوا، والظهر الثاني ديال الكاريه كله ديلافي بريو. هنا حاولنا ناخذ هذا المطلسي اللي هو اني سامبل، خديناه مطلسي اللي هو باللاوات، مطلسي سبيسيال، ماكينه خياطه كلشي شي حاجه اللي هي بروميان شوا عند صالونات مغربيه عند هشام. حاولنا ناخذ هنايا الكوردون خدمناه، ما خدمناش بالكارتي ولا بالصم، خدمناه بالحرير باش يكاسي لنا هذا البريو اللي عندنا في هذا البروكار. بالنسبه لهذا التوب هذا فيه هذا اللون هذا، وفيه الباج، وفيه واحد البلو خطير. هذا بروكار دخلناه جديد طوب في الطوب عند هشام. كما تشوفوا هنا الطبله خديناها متر وعشرين على متر وعشرين، حاولنا ناخذ الرجلين ديالها هكا دوبل بالنقشه اللي عندنا هنا في الفاس ديال الطبله، واللي عندنا في الفاس ديال السداري. هنا بالنسبه للفرماجه، الفرماجه خديناها ليه كلها ديزاين صغير بحالها بحال الخديه ديال الفرماجه، نفس الخدمه اللي خدمنا الفرماجه خدمناها في الخديه حتى هي. حاولنا ناخذ ديالها الخدادي اللي هما نص نص، وخدينا الموتيف اللي خدمناه في الفرماجه، والظهر ديلافي ما شاء الله. وهنايا الكالدوا، الكالدوا هي الخديه طويله ديلافي بالطويه من ديلافي، وهكا في الكارو اللي هو بروكار، والموليني كله حرير في الباج طوب. هنا خدينا كوان فرماجه بالرشمه شفتوا، جا هائل. ها انتم شوفوا معايا هذا اللون، هذا ماشي دوري كارتي، لون كارتي غادي الباج طوب. هنا السداري الوسطاني فيه متر، حاولنا ناخذوه كامل مطلسي بالايني باش ما يجيناش تخو شارجي. ها انتم شوفوا معايا، مرحبا بكم والف مرحبا. تابوناو معنا في ام بلومو هشام في الفيسبوك، العظيمي هشام في الانستغرام. بالنسبه للسطور كما تشوفوا خدينا ليه بانوا ديكوراتيف بهكا بلولا في الباج، وحاولنا ناخذوا هذه الفرنجه هذه اللي تتشوفوا هنايا بالموليني بالفرنجه اللي هي لي بومبون، والموليني اللي خدمنا به الكالدو هي اللي خدمنا بها الريدو. هنا سطور شي حاجه كوليكسيون جديده. هانتوما شوف الديزاين ديال هذا السطور، هذا فيه هنا ديزاين وفي الري ديالو ديزاين جوغينوي، تيتسد تيدخل الضو ما يدخلوش شفتو. هنا حاولنا ناخذ الريدو كله فيه 3 متر، خدينا ليه جوج بانوات متر متر، وبقات لنا المتر الوسطاني خاوي باش يعطينا هاد الديزاين اللي هكا في السطور شفتو. وهنا كما تشوفوا معايا السداري الثاني، حتى هو خدمناه بالمطلسي، والخدادي فاس ورده، والنص نص 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 فيه ديلافي، والنص فيه الموتيف الصغير اللي خدمناه في الفرماجه. كما تشوفوا معايا هنا هاد السوندريه ها انتوما، حتى هي خدينا لها هاد الرجل اللي هي تنسميوها بنانا، فيها الرشمه كي اللي تيدير الرشمه هنا سامبل، حنا حاولنا ناخذ الرشمه هنايا في هاد الموتيف اللي عندنا في السوندريه شفتو. مرحبا بكم والف مرحبا. انتوما عندي لكم دويره في هذا الفيديو هذا. انتوما كما تشوفوا معايا الكوطي، الكوطي هنا كما تنسميو هذا الكوطي راس العود بالرشمه ديالو هائل بالصباغه والباتيناج نوار. وهنا حاولنا ناخذ النص ديال المخده اللي هو اللي درناه في الفرماجه، خديناه في الظهر ديال المخده، والظهر الثاني خديناه لهكا ديلافي بالطويه شفتو. مرحبا بكم والف مرحبا. لا جا هائل ما شاء الله، وعواشركم بروكا ورمضان مبارك لينا وللجميع، وهذا الصالون الله يدخلوا الموالي بالصحه والسلامه، وفين ما دخلنا يدخل الخير يا ربي، وتنطلبوا من الله التيسير للجميع. ومرحبا بكم والف مرحبا. تابوناو معنا في صالونات مغربيه في اليوتيوب، ام بلومو هشام في الفيسبوك، هشام العظيمي في الانستغرام. ومرحبا بكم والف مرحبا. انتم غادا نحطوا لكم ان شاء الله كل الجديد، وغنحط لكم حوايج اخرين جديده، واللي ما شريت نزه. وبالنسبه راه تنكلفوا بالعود بالمطله بالخياطه بالثوب كل شيء،
كاع اللي تتعلق بلي صالون بالزربيه بالتريه ما عندكمش مشكل ومرحبا بكم والف مرحبا. وهانتوما تنتمنى الله التيسير لينا ولكم ولجميع المسلمين، وبسلامه عليكم ومرحبا بكم والف مرحبا.